من كان يستدل بالنجوم ويعتقد أنها هي التي تكون سببا في إنزال المطر، هل يكفر بذلك؟ نعم يكفر بذلك، لأنه نسب إلى النجوم أنها هي التي تنزل المطر، والله جل وعلا يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ويقول جل وعلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، الله هو الذي ينزل الغيث ولا ينزله أحد. نعم.